إسنجن هي أكبر قرية ببلدية إفليسن بولاية تيزي وزو. عاشت التهميش، لكن ذلك لم يمنع سكانها من تغيير وجهتها للأجمل، محققين بإمكانياتهم الخاصة وبسواعد شبابها مختلف المشاريع التنموية بما فيها تهيئة المقبرة. كنيسي لي جان انت كسافو ضم قران اثيتهم لي طرطوار دون كنيسي غال نغيني خمان لي كلي راجون كني تدارت نغيني خمان خلال الشغالين نخدم سماس لي جان كي نغيس ناجن لان لي ترافو زمان نخدم نخدم ميثان باغ اكزومبل نخدم تيم قوار كل شي خدمان نخدم الصورة كي طوالي نخدم الصورة نحزم تيم قوار ثاكي. المقبرة لم تعد تتسع لدفن الموتى، ما جعل السكان يضطرون للدفن في القبور القديمة، وضع جعلهم يطالبون بقطعة أرض جديدة لتهيئتها بأنفسهم. ونسبانسي اني ذا او عم كون وجهه راس المضل بضار مية انو حد انكسان ارحم باش انا مضل ويض وما قلت كونتينوية كاكي يمكن اي زرع بريك واقيرا غال بحارة ننسوي ننطقير ونكون شدار دولية كي شبا الوالي الكوميتي سناجر شبا الوالي شبا شاف دايرة اتروح هذا تيري الجنازة وكبدرو ميك اتروح ناردينا تسيرين ميك نغجديك نغذبك كغدر سين خطي جبت تاكن وقت فافا ناضجتي ناضمي انا ما ما تعطى فهد فران تدوري كي قاسي ربي قاسي غادي الا وكان ندولها لو كنا خير ساعه خير وكساراكي الا وكان تدرت وكسارين نبغى نخدم لاميناجمون جوسكا بريزون وسنخدم لاميناجمون سي لي موان تاع دارت مي ما لا نفاد المعاونه صغور لادمينستراسيون لوكال فوالا دوك لوتوريزاسيون بور لاميناجي يمكني اون بو بارتيسيبي افيك افيك نوتر موايان افيك نو موايان استيم بزاف تاع الدار تاكوسي ولكن ادان سير ادان سير خلق تيم قفار تجريط ان حوايج كن سنخدم دون لي نورم. نبش القبور لدفن الموتى هو اكثر شيء يؤرق حياه سكان إسنجن الذين نجحوا في سد كل النقائص، وكل ما يحتاجونه هو قطعة أرض لبناء مقبرة جديدة تصون حرمة موتاهم.